أظن بأن المسألة تتعلق بالجدل الدائر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مساهمة الآباء في هذه يعني مواجهات هذه الجائحة. فكنظن بأن ذلك المساهمة البسيطة هي مساهمة كانت هي مقترح من يعني من مكتب الجمعية بتشاور مع إدارة المؤسسة، وكذلك بناء على يعني المسألة التشاركية ما بين كافة المتدخلين في المجال التربوي بما فيهم يعني طلب مندوبية المديرية الجهوية للتربية الوطنية اللي كطلب من جميع جمعيات آباء التلاميذ على الصعيد الإقليم ككل، وكذلك يعني كطلب منهم التعاون وحشد مزيد من يعني الموارد المالية لأجل مواجهة هذا الوباء هذا. فكان هذا الاقتراح هذا ديال هذه المساهمة اللي هو مبدئيا مبني على اقتراح الآباء من أجل تحسيس الآباء والأولياء والتلاميذ بهذا الوباء اللي التواجد ديالو كاين، اللي راه كاين يعني مسائل أولا حيتيات أولا احترازية. كاين يعني قامت الجمعية بشراء واحد المقياس حراري، كذلك الجمعية مقبلة على تزويد المؤسسة بعدد من الكمامات، يعني ما التلميذ إلا جاك مثلا بدون كمامة هو من المفروض أن المستوى الإعدادي أن يكون جميع التلاميذ بكمامة، فكنعرفوا بأن بعض التلاميذ يقدروا ينسوا الكمامة يقدر ما يجيبهاش، فكتكون كتعطيه الكمامة باش ما ترجعوش للبيت ديالو، حيت الظرفية لأن الظرفية يعني استثنائية على المستوى العالمي ماشي غير المستوى الوطني. فكان هذا الاقتراح هذا لتحسيس التلاميذ تحسيس الآباء بأن هناك مرض يجول بيننا، وبأن يجب المساهمة والتضامن جميعا من أجل مواجهته. فكان هاد المبادرة هذه ربما اللي خلقت تشويش عند بعض الناس على المستوى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن كنظن أن كانت يعني مقترح اللي ما بغاش يؤدي ما كيؤديش، فهو غير إجباري بتاتا، وهي مساهمة يقدر يسترجعها في أي وقت أي واحد من الآباء والأولياء ديال التلامذ. كأب تتبعت هذه الضجة هذه على ديال 5 دراهم ولا 150 درهم، أنا خلصت على بنتي، عرفت بأن 50 درهم هي ديال جمعية الآباء، 5 دراهم هي ديال بزاف ديال الاكتيفيتي ممكن تكون صحية، ممكن تكون بيئية، ممكن تكون أنشطة أخرى، اللي هو اليوم أنا كأب وأناشد جميع الآباء بأن نديروا يد في يد. هذا موسم استثنائي، ملي كنقول موسم استثنائي ماشي غنلغوا فيه، نخلصوا على وليداتنا بأننا موسم استثنائي، لأن خصنا نحطوا يد في يد باش ندوزوا هذا الموسم إن شاء الله وليداتنا يقراوا مزيان يتمتعوا مزيان. إعدادية إدريس حريزي فيها مواهب، فيها طاقات في الرياضة، فيها طاقات في الشعر، فيها طاقات في الرسم، فيها طاقات في الرقص، فيها طاقات في جميع الأنشطة الأخرى. بالتالي احنا دورنا كآباء بمساعدة ديال جمعية الآباء ومساعدة ديال الأساتذة والإدارة وكاع المنظومة التعليمية باش نقحوا على هاد الوليدات هادو. اليوم أنا كتبان ليا كآباء 150 درهم اللي كنخلصوا سنويا، ماشي 150 درهم، 50 درهم فقط، لأن 150 درهم بالرسوم الأخرى ماشي كثير على آباء. إلا غنديروا قراءة نقدية لينا كآباء كنخلصوا بزاف، وكنخسروا بزاف في التغذية، كنخسروا بزاف بعض الأشياء اللي هي ثانوية، كنخسروا بزاف شي أشياء حتى بعض الآباء وسامحهم الله وبعض الأمهات كنشوفهم أنا شخصيا كيخسرون في أشياء اللي هي مخالفة. ولكن ملي كنجيو المسألة ديال التعليم ما عرفش علاش كنكونوا بخلاء على وليداتنا، بخلاء على جيل المستقبل، بخلاء على هذا الوطن. هذا الوطن باش نبنوه ما غاديش نبنوه بالكلام، ما غاديش نبنوه بالنقد، النقد اللي هو ماشي بناء،
ماشي بالهضره الخاويه، ولكن غادي نبنوه باننا نضحوا ونطوعوا من اجل باش نردوا الاعتبار للمؤسسه التعليميه والمنظومه التعليميه والمؤسسه التعليميه العموميه، لان اكيد هي اللي نجات كل اليوم اللي كاثر في جميع العالم هما خريجي المؤسسه التعليميه. خصنا المؤسسه التعليميه ديالنا اللي اليوم حنا كاباء فيها، انا شخصيا كنت تلميذا في هذه الاعداديه منذ بدايتها كنعقل في 1985 ولا 84، واليوم جيت اليوم جبت بنتي سجلتها وانا سعيد فرحت، ولكن اللي قلقني هو هذه الايام قلت كنسمع هذا بالنسبه لي هضره خاويه. بالعكس انا ضد اي اب ولا اي ام اللي كيحارب هذه المجهودات. ثانيا هذا المكتب هذا حنا خصنا نساندوه، ما غنحكموش عليه، هذا مكتب جديد مازال ما دوز حتى شهر ولا شهرين في الاداء ديالو، نحكموا عليه، هذا هو الموسم الاول اللي غيستخلص فيه، نخلوه بعد يدوز واحد تريمستر ونحكموا على الاداء ديالو، بدايه الموسم نخدموا بجد من اجل اعاده الاعتبار للمؤسسه العموميه ونحموا ولادنا.